في التحديث الأخير لسناب شات أضافوا ميزة مهمة، فالآن لو استمريت بالضغط على اسم أي حساب سواء في المحادثات أو في ستوري فبإمكانك عمل إضافة له، أو أنك تضغط على شير يوزر نيم فالآن بإمكانك أنك تضغط على سند يوزر نيم لإرسال الحساب عن طريق السناب، أو شير يو آر إل وراح تظهر لك صفحة المشاركة وراح تقدر تشارك الحساب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. فلو كنتم مستفيدون من حسابي لا تشاركونا بهذه الطريقة، ولو ضغطت على الإعدادات بإمكانك عمل مسح لكامل المحادثة. في السابق كانت تقدر تعملها عن طريق الإعدادات، أما الآن خلوها بطريقة أسهل، وبإمكانك عمل بلوك أو عمل ريبورت لو كان الحساب ينشر محتوى غير لائق أو أنه يضايق. بالإضافة لو كنت ضغطت على اسم شخص تتابعه فبإمكانك إرساله سناب له أو المحادثة أو مشاركة حسابه بنفس الطريقة اللي أنا شرحتها. ولو كان صاحب الحساب سامح بخدمة تحديد المواقع فراح تظهر لك موقعه على الخريطة، واللي شرحتها في فيديو سابق راح أحط لكم رابطه في وصف الفيديو تحت. هذا اللي أنا حبيت أوضحه اليوم، آسف على الانقطاع في الفترة السابقة بسبب المشاغل، لكن إن شاء الله أنه في الفترة القادمة راح أقدم فيديوهات أكثر. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم مع فيديو قادم.